السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة خليفة الغزالي. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوف واحد النوع ديال المضخة الغاطسة اللي كتدفع على عمق 131 متر، وعندنا نسبة الصبيب اللي فيها كتوصل لنا حتى 6 طن في الساعة. إلى نزلناه مثلا على 131 متر كيلوح لنا 6 طن في الساعة. اذا بالنسبه للتركيب ديال الغطاس في البئر، وبغيتي لا بريسيون تكون عندك مزيانه بحال هذا الشكل، هذا عندنا هذه المضخه جوج الاحصنه، عندنا فيها 17 توربين. شوف تبارك الله هنا قوه الضغط ديال الماء، وعندنا فيها الماكسيموم ديال الدفع 90 متر، خاصة تهبط على 90 متر. اما بالنسبه للوازم اللي غادي نحتاجوها لهاد المضخه، غادي نحتاجو هاد الحبل اللي من النوع الرفيع اللي كيدار في الشباك ديال البحر، وعندنا الخيط اللي خصو يكون من نوعيه مزيانه، خيط سوبل ديال 3x5، ما خصناش نديرو ليه خيط رقيق. بالنسبه للعلبه ديال التوصيل غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غنقومو بتوصيل هاد العلبه ديال الغطاس. اما بالنسبه الكابل اللي غادي نجرو به الضوء للمضخه، لان المضخه جوج الاحصنه غادي خصنا ليها خيط يكون مزيان بحال هاد لامارك ديال الكابل ارمي. وعندنا هاد النوع ديال التورسادي، هاد التورسادي بالنسبه للثمن ديالو ثمن شويه رخيص، ممكن تخدم منه 3 فيل وتخدم واحد لاتير. اما بالنسبه للمضخه اللي عندنا كتخدم 220، ممكن تشري خيط ديال دوفيل تقريبا الثمن ديالو كيدير شي 120 للمترو. اما بالنسبه للمضخه فهاد الخيط ضروري دير خيط سوبل بحال هذا النوع، هذا هو النوع اللي كيركب للمضخات. اخي المشاهد، نزيدك نعطيك معلومه على طريقه جمع الاسلاك ديال المضخه مع السلك ديال السوبل. الطريقه ديالو هي هذه، كنديروا ليها واحد لا ريزين، وهاد لا ريزين كنسخنوها بالعافيه، وضروري ملي تسخن ضروري خاص هاد الماده تبان لك خرجات من جنبات ديال هاد الكيت. اما بالنسبه للماتيريال اللي غادي تحتاج في المضخه ديالك، عندنا واحد ريديكسيون امبوسيكار يخرج لنا امبوس، وعندنا واحد المامله ديال امبوس، وعندنا كلابي ديال امبوس. اما بالنسبه لهذا الكلابي ضروري السهم ديالها خصو يكون الفوق، ما خصناش نقلبوا السهم ديال الكلابي. الا قلبتي السهم ديال الكلابي المضخه ديالك كن مأكد بانها غادي تحرق. وغادي نديروا ليها واحد الراكور ديال امبوس من الفوق ديال البوليتيلان كما كتشوفوا هنا عندنا راكور، ونحاول ما امكن ندير لي بياس كله ديال النحاس، ما نديرش الحديد. كما قلنا هنا الدفع عندنا فيه 131 متر. اما بالنسبه للتوربين اللي فيه 17 توربين، جوج الاحصنه كيخدم لينا هذا ب 220. بالنسبه للخيط اللي غادي نديرو ليه هو 3x5، ضروري نديرو الخيط ديال 3x5. طريقه التوصيل ديال الاسلاك في هذه العلبه غادي نشوفوا ان شاء الله العلبه مناش كتكون. السلك البني كيمشي ديريكت للكوندنساتور، اما بالنسبه للازرق والاسود فهما ديال الاليمونطاسيون ديال ان مارش اري. هنا عندنا في الدخله ديال الضوء فيها 220، هنا عندنا بوطون ديال مارش اري. اما بالنسبه لهذا فهو بحال فيزيبل، الا سخن الخيط او البومبا توقفات او لو وقع شي مشكل كيديكلونشي راسو، يعني بحال الحمايه لمضخه الغطاس. ملي نبغيو نركبوا هذه العلبه ضروري نديروا ليها واحد المعاينه، وخصنا نشوفوا بان العلبه ديال جوج الاحصنه. وبالنسبه للكوندنساتور خاصها تكون كوندنساتور ديال 60 ميكروفاراد، على الاقل 60 ميكروفاراد، لان هذه العلب كيتشابهوا ديال جميع المضخات، خاصنا ضروري نشوفوا اش من نوع غادي نركبوا للمضخه ديالنا. بالنسبه للاسلاك، الاسلاك عندنا الازرق والبني والاسود. عندنا هذا البني غادي يمشي لينا ديريكتومون للكوندنساتور،
وعندنا الازرق غادي يمشي عند الازرق، وعندنا الخيط الاسود غادي يمشي للمكان ديالو مع الخيط الاسود. هنا نكونوا برونشينا لاليمونطاسيون ديال العلبه ديالنا بطريقه صحيحه. هذه هي الطريقه ديال توصيل علبه الغطاس. بالنسبه لطريقه العمل ديالها، الا كنتي مثلا غتركب القرعه البالون او بغات تركب مثلا بريس وسطا معها، كتخدم من مارش اري، كتخدمها مارش كتخليها امارش. اما بالنسبه لهذا الفيزيبل راه هو اللي كيحمي لينا المضخه ديالنا. بالنسبه للتيو اللي غادي خصنا على حساب الديبي اللي عندك في المضخه، الا كانت عندك مثلا مضخه امبوسيكار غادي تركب ليها في الديبي ديالها امبوس. عندنا مضخه ديال 380 فولت، ماشي هي المضخه ديال 220 فولت، هذه هي العلبه اللي كنركبوا المضخات ديال 220 فولت. اما بالنسبه للمضخه ديال 380 فولت كنركبوا ليها هذا النوع من لوحه التحكم. غادي نشوفوا نديروا واحد النظره على هذا لوحه التحكم. عندنا هنا 380، الا كانت عندك مثلا المضخه 380 راه كتدخل ليمونطاسيون من 380. وهنا عندنا فيها المكان ديال البريسوستا والمكان ديال لي سوند يعني الشميعات، والمكان ديال الاسلاك ديال لا بومب ال1 ال2 ال3. في حاله ما الا بغينا نبرونشيو المضخه ديالنا وما نركبوش ليها مثلا البريسوستا، غنشدو واحد السلك من هذا الطرف ونجمعوه مع السلك الاخر في الدومينو. اما بالنسبه لهاد لي سوند فغادي نديرو كل وحده في المكان ديالها. وإلا كنت مثلا غادي تخدم البريسوستا فراه كنشدو جوج الاسلاك وكنخدمو البريسوستا بجوج الاسلاك ماشي باربعه الاسلاك، واحد كنخدموه من الفوق وواحد كنخدموه من التحت، وكنجيبهم للطابلو للمكان ديالهم ديال مكان البريسوستا. بالنسبه للعمل ديال هاد اللوحه كنخدموها اوتوماتيك وكنخدموها مانيال. الا ركبت ليها مثلا البريسوستا راه كتخدمها اوتوماتيك وكتخليها خدامه، لان البريسوستا هي اللي كتكون كتحكم فيها. الا خدمناها مانيال كنهبطوا الساروت ولا كنهبطوا الساروت وكنخدموها مانيال. هنا عندنا المكان ديال لومبيراج، هنا كنريغلو لومبيراج على حساب المضخه اللي عندنا. كنشوفوا البلاك سينيالاتيك ديال المضخه وكنريغلو لومبيراج اللي كاين في المضخه. اخي المشاهد، اخي الزبون وحتى الحرفي، من الاحسن نركبوا هاد لوحه التحكم لجميع المضخات، لانها هي اللي كتحمي لنا المضخه. الى جانا مثلا الضو ناقص راه كتقطع راسها، والى هرب الماء على البير راه كتقطع راسها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشوفوا التكلفه ديال حفر البئر واللوازم ديالها، واشنو غادي نحتاجوا مثلا من اللي غادي نحفروا البئر ديالنا.